نعم. انت اللي نعم. نعم. شو؟ والله انا حقيقه بمناسبه العشره الاواخر مريت على الاستديو مشيك على استديو صباح الخير يا رب. تفضل. شفت هذا الاستديو فقلت امر عليكم بعدين انا ما حد عزمني ما حد قال لي تعال. لا انت مزاجك بالصيام كيف هاني؟ يا اخي حاولي انت على الاقل. يعني؟ فانا اليوم فرضت نفسي صراحه. ما بتفرض نفسك لانه هذا المطبخ مطبخك. اكيد طبعا جمعة مبارك على كل مشاهدينا ومع بداية العشر الاواخر برحب فيكم بحلقة جديدة مع هلا برمضان ومع هاني كمان اليوم اكيد هلا وهاني بهلا برمضان.